وزي ما انتم شايفين كده قدامكم يا شباب، ده الموقع الرسمي الخاص بمنحة SBW برلين للدراسة في ألمانيا. قلت لكم بمجرد ما يفتح الابليكيشن بشكل رسمي في الفترة الخاصة ب 15 مايو 2022 إلى 30 يونيو 2022 هنشرح المنحة. ودلوقتي المنحة فتحت بشكل رسمي. لو جيت هنا معايا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا خلاص اوبن، تم فتح باب التقديم على منحة SBW برلين بشكل رسمي. منحة SBW برلين خلاص فتح باب التقديم على المنحة. وزي ما قلت لكم بمجرد ما يفتح التقديم بشكل رسمي هتلاقيني بصور لك الفيديو وبنزل لك الشرح التفصيلي عن منحة SBW برلين. طبعا خلال الفيديوهات اللي فاتت اللي انا كلمتكم فيها عن المنحة قريت الكومنتات بتاعتكم وعارف ان كلكم مركزين بشكل اساسي على المجموع. ايه هو الحد الادنى اللي ممكن من خلاله نقدم على منحة SBW برلين؟ بالاضافة الى بعض الاسئلة التانية واللي كان من ضمنهم طبعا، هل المنحة بتقدم سنة تحضيرية لتعلم اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية ولا لأ؟ وكنت وعدتكم وقلت لكم إن أنا هتواصل مع الجهة المانحة وهي SBW برلين وأسألهم السؤال ده، وبالفعل سألتهم وبالفعل أخدنا الإجابة منهم. وطبعا في الفيديو اللي قبل ده مباشرة عملت لكم فيديو قلت لكم كل حاجة بالتفصيل عن السنة التحضيرية لتعلم اللغة، وقلنا إن هم للأسف مش بيوفروا سنة تحضيرية لتعلم اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية، والسبب زي ما هم كتبوا إن هم كل سنة بيتلقوا أكتر من 4000 أبليكيشن وبيراجعوا عندهم بروسيس كتير جدا، فهم للأسف مش بيقدموا سنة تحضيرية لتعلم اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية. وكنت قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات ان هم ممكن يكونوا بيقدموا كورس، يعني زي مادة كده انت بتدرسها لغة انجليزية او لغة المانية، ودي بتكون من ضمن الكورسات الاختيارية. واديت لكم مثال لما انا جيت مثلا روسيا ادرس الماجستير بتاعي باللغة الانجليزية كان في مادة اختيارية اني انا اقدر ادرس لغة روسية، وطبعا كان في مواد تانية اختيارية، ولكن انت بيكون ليك الحق ان انت تختار المادة اللي انت عايز تدرسها. وطبعا قلت لكم برضو في الفيديو اللي فات ان انا الكلام ده مش متأكد منه، ولكن انا بدي لك فقط مثال. اما بالنسبة ان في سنة تحضيرية لتعلم اللغة الالمانية او تعلم اللغة الانجليزية كسنة تحضيرية مش موجودة، ووريت لكم ده بالإثبات وبالدليل عن طريق البريد الإلكتروني اللي أنا بعته والبريد الإلكتروني اللي هم بعتوه ليا، علشان لو حد طلع وقال لكم إن المنحة بتقدم سنة تحضيرية أنا قلت لكم كل حاجة بشكل رسمي وبالدليل، اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. دي المعلومات اللي إحنا بنحاول ننقلها ليكم بكل صدق وبكل أمانة، وطبعا كل واحد عنده عقل يقدر يفكر بيه وعارف مصلحته فين. دي نصيحة أنا بس بقدمها لكل إخواتي العرب اللي بيتابعوني من أي دولة عربية. طبعا منحة SBW برلين هي منحة متميزة وكل الطلاب عايزين يقدموا عليها. ليه؟ لأن المنحة دي أولا هي منحة ممولة بالكامل، ثانيا إن المنحة دي مقدمة للطلاب اللي عايزين يدرسوا بكالوريوس وعايزين يدرسوا ماجستير. غير كده إن حضرتك لو في آخر سنة في الثانوية العامة أنت بتقدر تقدم على المنحة دي علشان السنة اللي جاية على طول تلتحق بالدراسة الجامعية في ألمانيا. كمان لو أنت أصلا خلصت الدراسة بتاعت الثانوية العامة بالفعل وعايز تقدم على البكالوريوس بتقدر تقدم. غير كده لو انت خلصت بكالوريوس اصلا وعايز تقدم على المنحة وتدرس بكالوريوس تاني فانت بتقدر تقدم. يعني انت في المنحة دي عندك كل الفرص اللي تقدر تحصل بيها على درجة بكالوريوس، سواء انت ما خدتش بكالوريوس او انت دخلت بكالوريوس بالفعل بس انت عايز تبدأ بكالوريوس من جديد في المانيا، او انت خلصت بكالوريوس عايز تدرس بكالوريوس تاني. كمان مقدمة وقلنا ان انت بتقدر تحصل على درجة الماجستير، بتقدر تحصل على درجة ماجستير لو انت خلصت ماجستير وعايز تاخد ماجستير تاني، لو انت خلصت بكالوريوس عايز تاخد ماجستير، او لو انت في اخر سنة في البكالوريوس وعايز تقدم على ماجستير برضو بتقدر تقدم. خلي بالك ان احنا ده كله بنتكلم لما يكون سنك ما بين 18 سنة الى 30 سنة، انت ليك الحق ان انت تقدم على المنحة دي. لو سنك بالفعل دلوقتي 30 سنة بتقدر تقدم. طيب لو انا هكمل 18 سنة قريب ينفع اقدم ولا لا؟ الاجابة نعم، تقدر تقدم على المنحة مفيش اي مشكلة اطلاقا. دي طبعا كانت من ضمن الاسئلة اللي اتسألتها في الفيديوهات السابقة عن منحة SBW برلين. يا ماريو انا قربت اكمل 18 سنة، ربنا يديلك طولة العمر طبعا ان شاء الله، ولكن تقدر تقدم على المنحة مفيش مشكلة بإذن ربنا. طيب احنا بالنسبة للمنحة دي ايه هي المميزات اللي فيها؟ ذكرنا قبل كده كل حاجة هنشوفها بالشرح العملي باللغة العربية باللغة الانجليزية وكل حاجة هتشوفها في الفيديو ده،
المنحة بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، وبتغطي لك تذاكر سفر، بتوفر لك تأمين صحي، وكمان بالنسبة للراتب الشهري فهو بيصل إلى 550 يورو، والكلام ده كله هنشوفه مع بعض. طيب، في سؤال مهم جدا جدا الناس بتسألهوني، وهتلاقيني بجاوبك عليه من الموقع الرسمي، وكل حاجة هذكرها لك من المصدر الرسمي والمواقع الرسمية. ايه هي الحاجة دي يا ماري؟ هو انا لازم بعد ما اخلص دراسة لازم ارجع البلد بتاعتي؟ طب انا المفروض ارجع بلدي اقعد كام شهر او كام سنة؟ في ناس كتير بشوفها في الكومنتات بتكتب كده ارقام فلكية، لدرجة ان في حد كان كاتب 18 سنة ارجع من المانيا اقعد في بلدي 18 سنة. طبعا الكلام ده غير صحيح اطلاقا، والكلام ده هخليك تشوفه بعينك. في ناس تانية بتقول هو المنحة دي عبارة عن قرض، وبعد ما اخلص المنحة دي انا هدفع لهم الفلوس اللي هم صرفوها عليا؟ الاجابة طبعا لا اطلاقا. انت مش بتدفع لمنحة هي ادتك منحة، انت بتدفع لها قرض بعد ما بتخلص المنحة دي. طيب الاجابة دي ايه دليلك عليها يا ماريو؟ الاجابة دي دليلي عليها لما ندخل على الموقع الرسمي، هيخليك تشوف بعينك. هما كاتبين انت هتدفع قرض لو انت عملت ايه. طبعا انت لو ما عملتش الحاجة دي خلاص انت مش هتدفع قرض، طول ما انت ملتزم فانت كده في السليم. هتخالف القوانين هتدفع الفلوس، مش هتخالف القوانين فانت كده ماشي في السليم. وكل ده هخليك تشوفه بعينك، وركز وافتكر معايا كل كلمة انا بقولها. لو انت متابع الفيديو معايا من البداية للنهاية كده انت هتوصل للابليكيشن، وهتقدم بطريقة صحيحة، وان شاء الله يكون ليك فرصة قبول كبيرة. تمام؟ طيب خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا ونشوف كل حاجة بالشرح العملي، وعايزك تركز معايا في حتة القبول الجامعي ده إجباري ولا مش إجباري. طب إثبات الدخل ده أنا أجيبه من فين؟ الحاجات والتفاصيل الصغيرة دي اللي أنتوا بتسألوا عنها كل ده هتلاقيه متضمن في الفيديو ده. منحة ممتازة بيقدم عليها عدد كبير من الطلاب، تابع معايا عشان تقدر تقدم بطريقة صحيحة. وحابب أقول لك على حاجة قبل ما نروح على اللابتوب بتاعنا، خلي بالك إن حضرتك بتعمل اللي عليك وبتقدم كل حاجة بطريقة صحيحة، والتوفيق ده من عند ربنا، لأن حضرتك المنح الدراسية دي بتكون عبارة عن منافسة كبيرة، فهم بيفرزوا كل الابليكيشن وبيشوفوا هم عايزين كم واحد، عايزين مثلا 100 طالب، 200 طالب، 300 طالب، هم بيقارنوا كل الابليكيشنز اللي بتروح لهم، وهم عايزين ينقوا في الآخر مثلا 300 طالب. ده مثال، الرقم ده مثال، 300 200 400 ده مثال، تمام؟ فانت ممكن يختاروا مثلا 500 طالب وهم عايزين 300، فبيبداوا يقارنوا بين ال 500 واحد دول عن طريق المستندات، عن طريق الانترفيو، عن طريق كل حاجه. فانت بتعمل اللي عليك. هتسالني في الكومنتات كم نسبه القبول، اديني بجاوب عليك في الفيديو. نسبه القبول، القبول من عدم تترفض او تتقبل، يعني لا قدر الله تترفض يعني، او ان شاء الله تتقبل، دي بترجع لحاجتين، لا خلينا نقول 3 حاجات. اول حاجه توفيق من ربنا، تاني حاجة قوة الابليكيشن بتاعك لو الملف بتاعك اللي انت هتملاه والمستندات بتاعتك، تالت حاجة القرار بتاع الجهة المانحة، وقرار الجهة المانحة ده بيتوقف على الابليكيشن بتاعك. تمام كده؟ عشان خاطر حضرتك هتقدم على المنحة بنفسك او هتتواصل مع فريق التقديمات بتاعنا حابب تقدم من خلالنا، بقول لك يعني في كل الحالات القبول من عدمه. انا على طول على اليوتيوب بقولها تقريبا، مش عارف انا الوحيد اللي بقولها في الناس اللي بتقدم منح دراسيه ولا لا، ولكن عموما هفضل اقولها، القبول من عدمه في المنح الدراسيه بيرجع للجهه المانحه. المنح الدراسيه عايزه شويه مجهود بسيط جدا وتقدر تحصل على المنحه. تمام؟ المنح الدراسيه شيء متميز جدا وما فيهوش اي عيب. ابقرر تاني، المنح الدراسيه شيء متميز جدا وما فيهاش اي عيوب، اكيد الناس فهماني. خلينا نروح مع بعض على اللابتوب بتاعنا. اللايك الجميل بتاعك، لو مشتركتش في القناه انت مستني ايه؟ اشترك في القناه، شير الفيديو مع غيرك، ما تنساش اللايك، عايزين نوصل للفيديو ده لاكبر عدد من الناس. ويلا بينا نروح على اللابتوب بتاعنا. ازيكم يا شباب مره تانيه، وزي ما قلنا طبعا يعني هنتكلم عن منحه اس بي دبليو برلين. تمام؟ دي كل التفاصيل عن المنحه، الدوله المستضيفه المانيا، الجهه المانحه مؤسسة اس بي دبليو برلين، بتقدر تدرس في اي جامعة من الجامعات اللي موجودة يا اما في برلين او بوتسدام، بنكرر تاني وتالت ورابع وعاشر ومليون، بتقدر تدرس وتقدم على اي جامعة من الجامعات الموجودة في برلين او بوتسدام. هل لازم يكون معايا جواب قبول من الجامعة قبل ما اقدم على المنحة دي؟ الاجابة لا. الاجابة دي بناء عليه، مش انا جايبها من عندي، هتشوفها بعينك من على الموقع الرسمي. if available، لو متاح، لو معاك، هنشوف كل حاجة من على الموقع الرسمي. تمام؟ ولكن الجامعات اللي انت المفروض تدور على تخصصات فيها يا اما برلين يا اما بوتسدام، اي جامعة في برلين او اي جامعة في بوتسدام. تمام؟ وخلي بالك احنا بنقول اي جامعة في برلين او اي جامعة في بوتسدام، يعني انت بتلاقي جميع التخصصات متاحة.
طب، صيدلة، هندسة، علاج طبيعي، أي كلية أو أي تخصص هتلاقيه، سواء كان بكالوريوس أو ماجستير، ولكن أنت محتاج إن أنت تدور شوية عشان خاطر تشوف التخصص. والموضوع سهل وبسيط، بتدخل على الويب سايت الرسمي الخاص بالجامعة اللي أنت عايز تقدم عليها، وبتدخل على الجزء الخاص بالبرامج اللي هو الأكاديميك بروجرامز، وبتشوف بالنسبة للبكالوريوس أو الماجستير اللي أنت حابب تقدم عليه، وبتشوف البرامج المتاحة. تمام، طيب هنكمل مع بعض. طبعا المنحة دي انا بحب اقول عليها ان هي منحة الغلابة، كلنا غلابة، والمنحة دي بتاعت الغلابة ليه؟ لان المنحة دي مقدمة لجميع الطلاب من جميع انحاء العالم، يعني جميع الطلاب العرب يقدروا يقدموا عليها. خلي بالك ان اللاجئين كمان يقدروا يقدموا على المنحة دي، ودي ميزة جميلة جدا. طبعا اي حد من الاشخاص اللاجئين او اي حد من اي دولة، سواء كانت الدولة دي عربية، ايا كانت الدولة العربية، انا مش حابب اقول مسميات عشان في ناس كتير بتكتب لي في الكومنتات انا من دولة كذا ينفع اقدم ولا لا، دينا بنقول وموجود على الموقع الرسمي جميع الطلاب من مختلف الجنسيات والدول العربية دي طبعا في الطب. طبعا اي حد من اي دولة عربية، اي حد من اللاجئين يقدر يقدم على المنحة دي. شرط السن من 18 سنة ل 30 سنة، قلنا لو انت هتكمل 18 سنة قريب بتقدر تقدم، 30 سنة بتقدر تقدم، 31 للأسف مش هينفع. تمام، يبقى عندك من 18 ل 30 تقدر تقدم، هتكمل 18 تقدر تقدم، سنك 30 تقدر تقدم. جميل جدا. المنحة مش طالبة منك لا شهادة إجادة لغة ألمانية ولا شهادة إجادة لغة إنجليزية، وأنا هنا بقول لك مش طالبة منك شهادة إجادة لغة ألمانية أو لغة إنجليزية، مش بقول لك أنت لو ما بتعرفش تتكلم إنجليزي أو ألماني ينفع إن أنت تقدم على المنحة، وأنت ينفع تقدم على المنحة، ولكن في فرق ان هي مش طالبه منك شهاده لغه وان انت ما تعرفش تتكلم اللغه. انت هتدرس باللغه دي اللي هو الانجليزي او الالماني، فانت لازم تكون عارف حاجه عن الانجليزي او عن الالماني. طبعا لغه البرنامج دي انت طبعا بتختار على حسب البرنامج اللي انت عايز تدرسه، وبتشوف انت مختار برنامج باللغه الانجليزيه او اللغه الالمانيه. لكن شهاده اللغه دي حاجه تاني، هو مش عايزك تقدم له شهاده توفل او ايلتس يعني اجباريا معاك بترفقه، مش معاك خلاص، مش طالب منك ان انت تقدم له شهاده تدل ان انت بتتكلم اللغه الالمانيه. تمام، انت بتعرف تتكلمها دي حاجه لنفسك، لكن كشهاده دوليه معترف بيها مش متطلبه اجباريا، وطبعا لو معاك ارفقها. تمام، طيب بعد كده قلنا موعد بدء التقديم على المنحه في الفتره دي 15 مايو، ولكن الابلكيشن لسه فاتح النهارده اصلا، واخر ميعاد للتقديم هو 30 يونيو 2022. المنحه دي متاحه لمين؟ قلنا المنحه دي لو انت عايز تقدم على بكالوريوس بتقدر تقدم، لو انت طالب في اخر سنه في الثانويه العامه او خلصت الثانويه العامه بالفعل، او بتدرس بكالوريوس عايز تدرس بكالوريوس من الاول في المانيا، او انت خلصت بكالوريوس عايز تدرس بكالوريوس مره ثانيه. اما بالنسبه للماجستير تقدر تقدم عليه لو انت في اخر سنه في البكالوريوس، او انت في ماجستير وعايز تبدا ماجستير من الاول في المانيا، او انت خلصت البكالوريوس بالفعل، او انت خلصت الماجستير وحابب تدرس ماجستير مره ثانيه في المانيا. الكليات والتخصصات المتاحة قلنا جميع كليات التخصصات موجودة في أي جامعة من الجامعات الموجودة في برلين أو في بوتسدام. مميزات المنحة والتمويل إيه؟ المنحة بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة، كمان بتغطي لك تذاكر السفر، بتوفر لك راتب شهري بيصل إلى 550 يورو، ركز معايا في الكلام ده هوريه لك بنفسك وبعينيك، وكمان بتوفر لك سكن مجاني. طيب إيه هي المستندات المطلوبة للتقديم على المنحة؟ أنا هقولهم لك هنا وهوريهم لك من على الموقع الرسمي باللغة الإنجليزية. تمام، تملأ الابلكيشن باللغه الانجليزيه، ده امر مفروغ منه، كل البيانات هتكون باللغه الانجليزيه، اي بيانات غير اللغه الانجليزيه او اللغه الالمانيه لو انت تعرف لغه المانيه فللاسف الابلكيشن بتاعك هيترفض، يعني الابلكيشن بتاعك والاوراق بتاعتك هتكون يا اما بالانجليزي ودي اللغه المشتركه اللي كل الناس تعرفها، او باللغه الالمانيه. تمام كده. طيب السيره الذاتيه مطلوبه هتكون على الطريقه الاوروبيه، لان المانيا واحده من دول الاتحاد الاوروبي ولازم السيره الذاتيه تكون على الطريقه الاوروبيه. الخطاب التحفيزي هيكون مطلوب منك، وكل ده هتلاقيه موجود بالشروحات على القناه، اكتب سيره ذاتيه دكتور المنح، خطاب تحفيز دكتور المنح، كل حاجه موجوده. تمام، طيب بالنسبه لبيان درجات الثانويه العامه لو انت بتقدم على بكالوريوس فده مطلوب منك بشكل اجباري، ولو انت في اخر سنه في الثانويه العامه بتقدم بيان درجات الصف الثاني الثانوي، وبتقدم اثبات ان انت في الصف الثالث الثانوي، والاثبات ده بتجيبه يا اما من المدرسه الثانويه بتاعتك او من مديرية التربية والتعليم اللي المدرسة بتاعتك تابعة ليها، أو إدارة التعليم اللي المدرسة بتاعتك تابعة ليها، هتشوف أي جهة من دول اللي تقدر تدي لك إثبات إن أنت في تالتة ثانوي. أديني جاوبت السؤال، لو أنا في آخر سنة في الثانوية العامة وعايز أقدم على المنحة، طب لو خلصت ثانوية عامة فهتقدم بشهادة الثانوية العامة، طب لو أنا في آخر سنة في البكالوريوس يبقى بيان درجات السنوات الدراسية السابقة بتاعتك في البكالوريوس، وإثبات إن أنت في آخر سنة في دراسة الجامعية بتاعتك، وده بتجيبه من شؤون الطلاب اللي موجودة في الجامعة بتاعتك، وبيطلع من شؤون الطلاب عشان لو قالوا لك ما ينفعش يطلع ومش عارف إيه، بيطلع من شؤون الطلاب، الكلام ده أنا مريت بيه كتير جدا. طبعا لو أنت خلصت بكالوريوس يبقى بتقدم بشهادة تخرج بين درجات البكالوريوس، الموضوع مرتاح معاك. تمام، بالنسبة لصافي دخل الأسرة فحضرتك بتقدر تجيبه، هو
مش من المتطلبات الإجبارية، ولكن هم بينصحوك إن أنت تقدمه، فيا ريت إن أنت تقدمه، تمام؟ طيب بعد كده هنا لو أنت عندك بقى شهادات داعمة، كورسات، تدريبات، أعمال تطوعية، يا ريت إن أنت ترفقها في الأبلكيشن بتاعك، تمام؟ في هنا بعد كده بعض المستندات الاختيارية، وكل ده هنشوفه، يعني مثلا خطاب القبول من جامعة برلين وبوتسدام، ده اختياري معاك، بتقدر ترفقه لو مش معاك خلاص. وقبل كده كنت في فيديو من الفيديوهات نصحت إن أنت ممكن تقدم على المنحة عادي جدا، في حالة قبولك بإذن ربنا تقدر تقدم على الجامعة اللي أنت اخترت منها التخصص اللي انت اخترته في ابلكيشن المنحه، ولكن ده راي شخصي في الاول والاخر، مالكش دعوه بيه نهائي اللي انت عايزه اعمله، ولكن احنا بنقدم نصيحه كده، ايه يعني اخويه لوجه الله، ايا كان زي ما تسميها، ولكن مجرد نصيحه وراي شخصي، ونيجي بقول لك تاني وتالت ده راي شخصي، ولكن انت اعمل اللي انت حبه ومريح بالنسبه لك وشايفه صح بالنسبه لك، تمام؟ شهاده لغه انجليزيه والمانيه، لو معاك خطاب توصيه، لو معاك، وفي فيديو كامل عن خطاب التوصية على القناة بتاعتنا لو حابب تشوف، كل ده احنا شفناه دلوقتي وهنشوفه من على الموقع الرسمي، تمام؟ طيب بالنسبة للناس اللي بتسأل لو عايزين نقدم من خلالكم، ادي هنا للتقديم من خلال فريق دكتور المنح، بتضغط هنا وبيطلع معاك الابليكيشن بتملاه وبيتواصل معاك اعضاء الفريق بتاعنا، واللي مسؤول عن خدمة التقديمات هو مايكل زي ما انتم عارفين، تمام؟ بالنسبة للناس اللي اتعاملت مع فريق التقديمات بتاعنا قبل كده، ولكن تقدر تقدم بنفسك، وكل الشرح هتلاقيه موجود في الفيديو زي ما انتم طبعا ما متعودين، ولكن انا بجاوب على الناس اللي بتقول احنا حابين نقدم من خلالكم، ودي حاجة تشرفنا. بعد كده ده الموقع الرسمي الخاص بالمنحة، بتضغط عليه بتفتح معاك الصفحة الرسمية الخاصة بمنحة SBW برلين. طبعا زي ما شفنا في بداية الفيديو اني خلاص المنحة فتحت بشكل رسمي، تمام؟ ادي هنا خلي بالك الفترة ما بين 15 مايو الى 30 يونيو، النتيجة بتاعتها بتطلع امتى؟ في بداية شهر فبراير بالنسبة للناس المهتمة واللي بتسأل عن النتائج، تمام؟ نتيجة هتطلع لك على البريد الالكتروني الخاص بيك. قبل ما نروح على الابليكيشن فورم لازم نروح على الابليكيشن جايد لاينز، عشان دي اهم حاجة هتورينا وتعرفنا كل حاجة عن المنحة. طبعا هنا بيدي لك شويه تعريفات ووصف، انت براحتك لو عايز تقراهم. هو كان ابلاي، زي ما قلنا اي شخص من اي دوله بيقدر يقدم على المنحه دي. خلي بالك هنا بيقول لك ان اللاجئين طبعا بيقدروا يقدموا على المنحه دي، تمام؟ او الهومليس فورينرز بيقدروا يقدموا على المنحه دي، اللي هم ما لهمش مواطن، تمام؟ كل دول يقدروا يقدموا على المنحه، ولكن انا ذكرت لك الحاجات اللي تخصنا بالتحديد، تمام؟ وخلي بالك لو انت طالب بتدرس في المانيا بالفعل وفي جهه بتمولك او في منحه انت واخدها في المانيا بالفعل، فانت ما ينفعش تقدم على المنحه دي عشان خاطر تكون عارف الشرط ده، تمام؟ لو انت عندك تمويل من المانيا ما بتقدرش تقدم على المنحه دي لو انت بتدرس في المانيا بتمويل، تمام؟ الابلكيشن ريكويرمنتس هنا بيقول لك السن من 18 ل 30 سنه، يكون عندك اعمال تطوعيه، هنا عندك النية ان انت ترجع وتقعد في بلدك بعد الدراسة لمدة 18 شهر، لمدة 18 شهر مش 18 سنة، مش 200 سنة، 18 شهر، تمام؟ تقعد في بلدك بعد الدراسة 18 شهر، قلناها مليون مرة عشان خاطر الناس تكون فاهمة وعارفة كل حاجة. هنا بيقول لك طبعا من ضمن الحاجات يا ريت ان انت تقدم له اثبات على دخل الأسرة بتاعك، ده طبعا بتجيب كشف حساب بنكي او على حسب اثبات الدخل هتطلعه من اي جهة تابعة ليك الاسرة بتاعتك، تمام؟ يعني اسرتك تابعة لاي جهة ممكن تطلع منها صافي الدخل ده، تمام؟ طيب بعد كده انا بيقول لك ان مفيش حد من عائلتك بيدرس في المانيا، تمام؟ طيب بعد كده هنا دي باقي المتطلبات، خلي بالك من متطلب هام جدا الناس كلها بتقع فيه، ولكن انا هوري لك بعينيك كل حاجة. هنا بيقول لك ايه؟ ان متوسط الدرجات بتاعتك لا يقل عن 2، تمام؟ خلي بالك ان النظام في المانيا انت لو جايب 2.1 2.2 2.3 ده مش معناه ان انت كده جايب كتير، لا، انت كل ما بتعلى دي كده مش بتتناسب مع المنحه. يعني ايه يا ماريو؟ يعني انت لازم يكون متوسط درجاتك ما يعادل الدرجات بالنظام الالماني 2 او 1.9 1.8 1.7 1.6، يعني 2 وتحت 1.9 1.8 1.7 تمام، جميل جدا، بتقدر تقدم. ولكن لو مثلا الدرجات بتاعتك بالنظام الالماني او لو جيت تعدلها بالنظام الالماني كانت 2.1 2.2 2.3 2.5 3، ده كده حاجه ما تفرحكش، دي للاسف مش هتقدر تقدم على المنحه للناس اللي بتسال عن المجموع. طيب انا يا ماريو ازاي اعادل درجاتي من النظام بتاع التعليم بتاعي للنظام الالماني؟ هنا تعالى وقف الفيديو عند الحته دي، ادي هنا نظام الدرجات. من 80% تقدر تقدم على المنحة دي، لان من 80% ل 90% بيعادل من
1 و7 و2 زي ما انت شايف هنا قدامك. انا مش جايب لك حاجه من عندي، وابحث عن في جوجل واكتب كل حاجه، كل حاجه هتطلع لك. 80% تقدر تقدم، 90% طبعا، 80% و80% وهكذا، تمام. هنا عندك من 80% بتساوي اللي هي الاثنين اللي احنا شفناها مع بعض في الشروط بتاعت المنحه هنا اهو، تمام. بعد كده طبعا 1.7، شايف هنا من 90 ل 100% بتساوي كام؟ 1.31. يعني انت 2 1.9 1.8 بتفضل تنزل 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 كده، انت في السليم. 2.1 2.2 2.3 واعلى، للاسف انت كده مش هتقدر تقدم على المنحه. بالنسبه لاخواتنا في الجزائر او اي دوله نظام الدرجات فيها من 20، هتعمل ايه؟ حضرتك مثلا جايب 18 من 20، بتضرب 18 في 100 وبتقسمها على 20، بتطلع لك النسبه المئويه. بناء على النسبه المئويه اللي طلعت لك دي، حضرتك بتقدر تعدلها بالدرجات او الجدول اللي موجود هنا قدامك، تمام. وقف الفيديو واحسب درجاتك لو انت حابب. قلت الدرجات بالنسبه لكل انظمه الدرجات اللي بتتابع قناه دكتور المنح، تمام. طيب بعد كده بالنسبه للجزء الخاص بالديدلاينز اللي هو اخر ميعاد للتقديم، احنا طبعا الفتره اللي بتهمنا اللي هي 30 يونيو، فانت هنا اخر ميعاد للتقديم 30 يونيو، تمام. خلي بالك هنا بيقول لك بالنسبه للابلكيشن بتاعك، على الاقل انت لازم تكون مقدم البيانات دي، وهي الابلكيشن فورم اللي احنا هنملاه مع بعض، الخطاب التحفيزي، السيره الذاتيه، وكمان هم بيفضلوا ان انت تقدم لهم كشف يدل على صافي دخل الاسره بتاع اسرتك طبعا، تمام. طيب بعد كده هنا طبعا لو انت بتقدم على بكالوريوس يبقى شهاده الثانويه العامه او بيان درجات الصف الثاني الثانوي لو انت في اخر سنه في الثانويه العامه، قلنا ده كذا مره. ولو حضرتك بتقدم على ماجستير يبقى طبعا هتقدم لهم الدرجات الخاصه بالجامعه، شهاده التخرج، بيان درجات الدراسه الجامعيه، ولو انت في اخر سنه في البكالوريوس يبقى بيان درجات السنوات الدراسيه السابقه، وكمان هتقدم لهم اثبات ان انت في اخر سنه في البكالوريوس، عشان كده نكون غطينا كل حاجه مره واثنين وثلاثه. اف افيلابل لو متاح، اف افيلابل لو متاح، حضرتك بتقدم له المستندات دي لو كانت متاحه معاك. يعني مثلا لو انت قبل كده كنت اشتغلت او عندك تدريبات، فانت بتقدم له الشهادات بتاعتها. عندك اي achievements هنا بيقول لك all already obtained university certificates and records of achievements لو انت معاك بتقدر تقدمها. admission to the university in Berlin or Potsdam هنا بيقول لك لو انت عندك، لو انت عندك if available، انا مش بقول لك حاجه من عندي، الكلام هو موجود قدامك، تمام. طيب لو انت عندك شهاده لغه بتقدر تقدمها، يبقى الحاجات دي بيقول لك لو موجوده بتقدر تقدمها، لو مش موجوده طبعا مفيش اي مشكله ومش هتاثر على رفضك في المنحه، ولكن لو معاك ارفقها. بعد كده هنا بيقول لك we recommend all applicants to submit the following additional documents، احنا بنريكومند بننصح ان المتقدمين يرسلوا المستندات التالية which are not mandatory اللي هي مش متطلب اجباري، ولكن هم بيركومندوا ايه؟ ان انت ترفق خطاب او اتنين من خطابات التوصية، تمام. وبعد كده هنا اديني بكررك مرة تانية اللي هو صافي دخل الاسرة، تمام. وخلي بالك ان كل المستندات بتاعتك والابليكيشن بتاعك يكون يا اما باللغة الالمانية او الانجليزية، ودايما احنا بننصح الناس ان هم يقدموا ويترجموا مستنداتهم للغة الانجليزية لان هم ممكن يستخدموها في اي منح تانية، ولكن انت حر لو عايز تترجم اللغة الالمانية دي حاجة ترجع لك، احنا زي ما قلنا بنقدم نصيحة، تمام. بيقول لك if the original document was issued in another language we also ask for a translation into German or English، بيقول لك لو انت المستندات الاصلي بتاعتك باي لغه غير اللغه الانجليزيه او الالمانيه، فاحنا بنسالك او بنطلب منك ان انت تترجمها للغه الالمانيه والانجليزيه، كلام موجود هنا قدامك، تمام. طيب بعد كده هنا هنيجي مع بعض في الجزء الخاص بالبروسيس بتاع الاختيارات، هم بيراجعوا الابلكيشن بتاعك والسيره الذاتيه والخطاب التحفيزي وكل المستندات اللي انت بترفقها. بعد كده في حاله قبولك في المرحله الاولى هم بعد كده بيعملوا معاك انترفيو، طبعا بيكون عباره عن انترفيو عن طريق الفيديو كول، هم بينسقوا معاك الحاجات دي كلها عن طريق البريد الالكتروني، تمام كده. طيب هنا بنيجي مع بعض في جزء تاني مهم لازم نتعرف عليه، طبعا كل البيانات انت تقدر تقراها ولكن انا بقول لك المفيد. ايوه الفيديو طويل ولكن برضه احنا بنقول المفيد، تمام. هنا حضرتك دي بالنسبه للبنفيتس بتاعت المنحه الدراسيه، كل حاجه موجوده هنا قدامك زي ما قلنا، السكن هنا كمان بيوفر لك الراتب الشهري، كمان هنا تكاليف الدراسه، كمان هنا بالنسبه لتذاكر الطيران، كل حاجه احنا ذكرناها، تمام. طيب بالنسبه للراتب الشهري، حضرتك اول ما بتروح وتدرس في المنحه دي اول راتب شهري انت بتاخده كده بتاخد 450 يورو، تمام. طيب امتى اقدر اخد 550 يورو؟ امتى ممكن اخد 375؟ هم هنا بيقولوا لك ان احنا مقسمين الستايبند اللي هو
المنحة اللي هي الراتب اللي احنا بندوه لك ده على اساس لو انت جبت درجات من 70 ل 74 بتاخد 375 يورو، من 75 ل 79 بتاخد 400 يورو، كل حاجة موضحة. المهم لو من 80 ل 84 بتاخد 425 يورو، 85 ل 89 450 يورو، من 90 ل 94 500 يورو، طبعا لو درجاتك من 95 ل 100 بتاخد 550 يورو. ادي التقسيمة موجودة هنا قدامك، ولكن اول ما بتروح انت بتاخد 450 يورو، تمام؟ طيب بعد كده هنا بتلاقي برضو الدرجات من 50 ل 59 بتاخد 325 يورو، من 60 ل 69 بتاخد 350 يورو، كل حاجة موجودة هنا قدامك بالتفصيل، تمام؟ طيب بعد كده هنيجي مع بعض في جزء مهم، الجزء ده اهو مكتوب هنا قدامك وانا حبيت برضو اترجمه لك للغة العربية عشان كلنا نفهم مع بعض وانت برضو ترجمه، تمام؟ بالنسبة لمنحة اس بي دبليو برلين، بالنسبة لمنحة اس بي دبليو برلين، تمام؟ حضرتك انت هنا بتسألني سؤال دايما، هي المنحة دي عبارة عن قرض هياخدوا مني الفلوس بعد ما انا اخلص المنحة؟ هو هنا بيقول لك ان هذه المنحة في شكل قرض، تمام؟ احنا نقدر نقرا بالانجليزي على فكرة بس عشان خاطر الناس تشوف بانها بالانجليزي وبالعربي، تمام؟ ان منحة السي بي دبليو برلين هذه المنحة في شكل قرض يتم سداده بعد نهاية فترة التمويل. طيب اقرا معايا وشوف باقي الكلام، لا يوجد أي التزام بسداد القرض إذا عادوا إلى وطنهم بعد الانتهاء من دراستهم. يعني حضرتك درست في ألمانيا مع منحة اس بي دبليو برلين، جميل، خلصت دراستك، تمام، أدي الشهادة بتاعتك، اتفضل الشهادة. حضرتك مروح، مروح، مع السلامة، اقعد 18 شهر في بلدك، بعد كده عايز ترجع ألمانيا مرة تانية ارجع. طيب استلمت الشهادة، راجع بلدك، لا أنا حبيت العيش هنا وعايز أكمل شغلي. خلاص جميل جدا، ادفع الرسوم اللي اتصرفت عليك في المنحة واقعد في ألمانيا براحتك. يبقى احنا جاوبنا الإجابة بتاعت الناس اللي بتسأل لو أنا هقعد في ألمانيا ينفع أقعد ولا لا، ادفع الرسوم اللي اتدفعت عليك على المنحة وأنت تقدر تقعد في ألمانيا. هترجع من ألمانيا تقعد 18 شهر في بلدك، جميل جدا، مش هتدفع أي قروض. وجاوبنا على سؤال هرجع بلدي كام شهر؟ 18 شهر مش 18 سنة، تمام؟ لأن فعلا الكومنت بتاع 18 سنة ده أنا شفته بعينيا وكان حاجة غريبة، تمام؟ يبقى احنا كده عرفنا كل التعليمات الخاصة بالمنحة من البي دي اف الرسمي الخاص بمنحة السي بي دبليو برلين، تمام؟ هنعمل هنا باك مع بعض وعرفنا كل الأوراق وكل حاجة، الأبلكيشن فورم. في الجزء الخاص بالأبلكيشن فورم، ده الأبلكيشن فورم الخاص بمنحة السي بي دبليو برلين، تمام؟ طيب هنا your personal data، تكتب اسمك، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، الجنسية بتاعتك، بعد كده الأكاديميك ستاتس، أنت هنا بتدرس في مدرسة ثانوية، خلاص مدرسة ثانوية، بتدرس في جامعة، خلصت جامعة، على حسب أنت بتبدأ تكتب هنا. المانثلي انكم بتكتب هنا الدخل، خلي بالك أنت بتكتب باليورو عشان خاطر مثلا لو الدخل مثلا كان 3000 جنيه مصري ما تكتبش 3000 هنا، خلي بالك أن ده باليورو، تحول من جنيه مصري ليورو، تحول من أي عملة تستخدمها في البلد بتاعتك إلى اليورو، جميل؟ بعد كده هنا الكرنت بوستال ادرس، بتبدأ تكتب بيانات عن العنوان بتاعك، الشارع، البوستال كود، المدينة، المحافظة، الدولة، هنا معلومات عن رقم تليفونك، الايميل بتاعك، السوشيال ميديا لو انت عندك لينكد ان، تويتر، يوتيوب، فيسبوك، بترفق اللينكات هنا طبعا للحاجة اللي معاك، بترفق هنا الصورة الشخصية بتاعتك، بعد كده هنا بيانات عن مامتك، هنا بتكتب اسم والدتك، اسم العائلة، المكان المقيمة في والدتك، هنا هي بتشتغل ايه والمونثلي انكم بتاعها. بعد كده على فكرة عايز اقول لك الحاجه، المونثلي انكم هنا ده خاص بيك انت، يعني انت لو مفيش دخل شهري عليك بتكتب زيرو عادي، انت طالب مش بتشتغل مفيش مشكله، لو والدتك مثلا هي ربة منزل ومفيش دخل بتكتب زيرو عادي جدا، تمام؟ خلي بالك كل حاجه بتكتبها باليورو، تمام؟ معلومات عن والدك، اسمه، اسم العائله، وبيكون فين، هو بيشتغل ايه، والدخل بتاع والدك، بعد كده عدد اخواتك، هنا عمر اخواتك، بعد كده هنا عدد افراد اسرتك كاملين بيشمل الاب والام طبعا، وهنا الدخل بتاع الاسره كله كام، لو عندك اخ بيشتغل، والدتك، والدك بيشتغلوا، الدخل كله كام باليورو، تمام؟ بعد كده هنا بيقول لك اخر مرحله دراسيه انت حصلت عليها ايه، فانت بتبدا تكتب له اسم المدرسه، المدينه، والدوله اللي انت كنت بتتعلم فيها، التاريخ اللي صدرت فيها الشهاده بتاعتك او متوقع تصدر فيها، هنا الدرجات بتاعتك، المتوسط بتاعها، كل البيانات اللي تخص المدرسه بتاعتك بتبدا تكتبها هنا، المواد اللي انت درستها كل حاجه بتبدا تكتبها هنا، تمام؟ بعد كده هنا لو انت كنت خلصت المدرسه الثانويه فانت بتكتب بيانات عن المدرسه الثانويه هنا، تمام؟ يبقى هنا بيقول لك الموست ريسنت سكول او الموست ريسنت يونيفرسيتي، يعني الحاجه اللي انت وصلت لها، اخر حاجه انت وصلت لها ايه؟
بعد كده هنا دي بيانات المدرسة الثانوية، لو انت في جامعة بتكتب له بيانات الجامعة، لو انت مش في جامعة مش بتكتب له البيانات بتاعت الجامعة. خلي بالك ان في حاجات انت مش بتكون مطلوبة منك ان انت تملاها في الابليكيشن بتاعك، في حاجات انت مش بتكون مطلوبة ان انت تملاها في الابليكيشن بتاعك، تمام؟ بعد كده هنا بيقول لك الكرنت اوكيوبيشن، هل انت طالب دلوقتي، هل انت موظف، انت بتعمل ايه، بتبدأ تدخله بيانات عن الكرنت اوكيوبيشن بتاعك، الحاجة اللي انت بتشتغل فيها دلوقتي او بتعملها دلوقتي او بتدرس فيها دلوقتي. بعد كده في الجزء الخاص بالديزاير كارير، خلي بالك هنا بيقول لك ستاديز اند ديجري، انت هنا بتكتب له انت هتدرس في اي جامعة، المدينة والمحافظة، هتبدأ امتى دراسة، متوقع تبدأ امتى دراسة، متوقع تتخرج امتى، دي تواريخ متوقعة مش لازم تكون بالظبط يعني. بعد كده هنا انما اوف ذا ديزاير ديجري، انت حابب تحصل على اي درجة علمية عن اسم المجال اللي انت عايز تحصل عليه والمواد اللي انت متوقع ان انت تدرسها. هنا بالنسبة للجزء ده هتسيبه فاضي، لو انت فقط بتقدم على vocational training بتملأ الجزء ده، لو مش بتقدم خلاص انت بتسيب الجزء ده فاضي. بعد كده الجزء الخاص بال internships and professional experience، في الجزء ده هو هنا بيبدأ يسألك لو انت عملت اعمال تطوعية، لو انت عندك خبرات عمل، لو انت اتدربت في اي مكان، كل ده هو هنا بيديلك 5 حقول، يعني هو متوقع لو انت مثلا اشتغلت في حد اقصى في 5 اماكن تدريب تطوع ايا كان، بتبدا تكتب له بيانات بدات امتى خلصت امتى، اسم الشركه دي، المدينه والمحافظه، البوزيشن بتاعك كان ايه، القسم بتاعك كان ايه، وهي كانت مسؤولياتك. طبعا لو انت عندك 5 حاجات بتبدا تكتب كل الخانات الموجوده هنا في ال5 حاجات عن ورك اكسبيرينس، لو انت عندك حاجتين ثلاثه اربعه واحده بس بتبدا تكتب البيانات دي. بعد كده هنا بيقول لك اكتب له عن الفورين لانجوجز بتاعتك اللي هي اللغات بتاعتك، الاي تي سكيلز، اي حاجه عندك بتكتبها هنا، ازاي انت عرفت عن المنحه دي بتبدا تكتب له هنا، هل انت قدمت على المنحه دي من قبل ولا لا، لو قدمت بتقول له ايوه قدمت، طب ايه النتائج، اتقبلت، اترفضت، لو ما قدمتش خلاص انت بتكتب له I didn't apply before، انت ما قدمتش قبل كده. بعد كده هنا بيقول لك هل انت سافرت قبل كده للخارج، لو انت سافرت بتقول له سافرت فين وليه وقعدت قد ايه، لو لا خلاص I didn't travel abroad before. بعد كده هنا بيقول لك please name a few of your hobbies or areas of interest، هنا بيقول لك اكتب له عن الهوايات بتاعتك، بتبدأ تكتب له هنا. بعد كده هنا بيقول لك لو انت اتطوعت قبل كده في منظمة خيرية غير ربحية، فانت بتبدأ تكتب له عنها هنا، هو كانت في اي دولة، كان دورك ايه، كنت بتعمل ايه، اكتب كل حاجة هنا وانت اتعلمت ايه من العمل التطوعي بتاعك في المؤسسة الغير ربحية دي. بعد كده هنا انت بتيجي بتبدأ هنا، طبعا انت الابليكيشن بتاعك بعد كده بتطبعه، هنا بتكتب تاريخ اليوم اللي انت مليت فيه الابليكيشن بتاعك وهتعمل فيه الامضة بتاعتك، طبعا هنا اللوكيشن انت بتكتب الابليكيشن بتاعك ده بتملاه وبتمضيه، وكتبت التاريخ من اي دولة، بتبدأ هنا تكتب عنوانك يعني الدولة بتاعتك، المحافظة، المدينة اللي انت عايش فيها، الشارع ده اللوكيشن، بعد كده بتكتب السيجنتشر بتاعتك. بعد كده حضرتك هنا دي طبعا الاديشنال دوكيومنتس اللي هيكون مطلوبه منك، واحنا هنقولهم مع بعض تاني بعد ما عملت الابلكيشن بتاعك ده، اول ملف. بعد كده ما تنساش السيره الذاتيه بتاعتك، ما تنساش الخطاب التحفيزي، خطابات التوصيه يفضل ان انت ترفقها، ما تنساش كمان اثبات الدخل، ولو عندك اي مستند من المستندات التانيه اللي هو قال لك ان هي مش مطلوبة إجباريا، ولكن لو هي معاك شهادة لغة، كورسات، تدريبات، أعمال تطوعية، خطاب قبول من جامعة، لو عندك كل الحاجات دي بتقدر ترفقها. طيب بعد ده كله هنعمل إيه؟ بتجمع كل المستندات بتاعتك دي وبتبدأ تبعتها على البريد الإلكتروني الخاص بـ application@sbw.berlin، application@sbw.berlin، آدي هنا ده الإيميل أو البريد الإلكتروني اللي أنت المفروض تبعت عليه المستندات بتاعتك، وطبعا بتكتب له في السبجكت انت بتقدم على اي اريا، مثلا باتشلر ديجري او ماستر ديجري على حسب، وبعد كده بتكتب له الكفر ليتر او الرساله اللي هو انت طالب من دوله كذا وبتقدم على منحه السي بي دبليو برين عشان انت مهتم بيها، يعني 2 او 3، وبتبدا تبعت المستندات بتاعتك. عارف ان الفيديو كان طويل ولكن حبيت ان اغطي لك كل حاجه بالتفصيل، اتمنى ان الشرح بتاعي كان واضح وبسيط، لو عندك اي سؤال او اي استفسار ما ذكرتوش في الفيديو بتاعنا ممكن تتفضل تنزل تكتب في الكومنتات او تتوجه للصفحه خاصة بينا على الفيسبوك دكتور المنح، وتسيب سؤالك عبر رسائل الصفحة ويبدأ يجاوب على أسئلتك بالنسبة للأسئلة اللي أنا ممكن أكون ما ذكرتهاش في الفيديو. أتمنى ليكم التوفيق جميعا، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، لو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تشترك، وأشوفكم على خير.